بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد قائد العربية الأمين. في البداية دكتور محمد علي الفقهي رئيس قسم الإعلام بكلية الأداب جامعة سرت، تحصلت على الليسانس في 1986 من جامعة قير يونس، والماجستير من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية في 1999 في الصحافة، ثم الدكتوراه في 2016 من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية، وكانت عن الصحافة أرض، لأن تخصصي في البداية كان صحافة. في الفترة اللي اشتغلت فيها الفترة الماضية ما قبل جامعة سرت، كنت رئيس قسم أو رئيس الهيئة العامة للصحافة فرع سرت، واشتغلت مراسل لصحيفة الشمس أحد الصحف الليبية في الهيئة العامة للصحافة في طرابلس، ثم شاركت في أكثر من تغطية إخبارية ومناشط سواء كانت داخل مدينة سرت أو خارج مدينة سرت. شاركت في ندوة على صورة المرأة في الإعلام العربي في مملكة البحرين في 2006، وشاركت في ندوة للنقابة أو الهيئة العامة للصحفيين والإعلاميين في طرابلس برضو، كانت في 2004 أو 2005 تقريبا. فكانت هناك مجموعة من المشاركات والكتابات والمناشط اللي هي ما يخص الإعلام وما يخص الصحافة بالدرجة الأولى. أولا ترأست قسم الإعلام في 2005-2006 في جامعة سرت برضو، ودرست طلاب في تلك الفترة من 2004 إلى 2007 إلى مرحلة الإفاد للدكتوراه. فكانت مجموعة من المشاريع التخرج أشرفت عليها في القسم، ومجموعة من المواد سواء كانت في الصحافة أو كانت في ما يخص الإعلام بالدرجة الأولى في الإعلام الدولي والإعلام والتنمية والرأي العام، اللي هي هذه المواد المشتركة بين شعب الإعلام الثلاثة اللي هي الصحافة والإذاعة والعلاقات العامة. فكانت هذه ما يخص المراسلة أو التواصل خلال هذا النشاط الإعلامي أو النشاط التعليمي. والله شاركت، نشرت مجموعة من الأوراق سواء كانت تتعلق بالرأي العام، سواء شاركنا في المؤتمر الأخير، المؤتمر اللي درناه هنا في مدينة سرت على استراتيجيات الإعلام، وشاركت في ونشرت في مجلة أبحاث في كلية الآداب في جامعة سرت برضو بحث يتعلق بصورة الإعلام في العالم العربي بالدرجة الأولى. فكانت مجموعة من المناشطة ومجموعة من النشرات اللي هي شاركنا بها في تلك الفترة. يعني أولا نحن نعرف أن الصحافة أو الإعلام بالدرجة الأولى دائما يصنف أنه هو سلطة رابعة بما تمتلكه من إمكانيات ومن قدرات، والصحافة لها دور كبير سواء كان نحن الآن ندرس فيه لطلابنا في القسم أو ما يتعلق بالرأي العام بالدرجة الأولى، فهي مهمتها كبيرة الآن، وتشكل في مغلب حتى من الآن ضمن المادة اللي ندرس فيها هنا مادة الإعلام الدولي، فعندنا حاجة من ضمن المنهج اللي هي الصحافة الدولية. فهذه الصحافة الدولية دائما تعبر عن السياسة الخارجية لأي دولة من الدول اللي هي تمتلك صحيفة دولية تصل بها إلى الرأي العام أو إلى العالم الآخر. فالصحافة بالدرجة الأولى مهمتها التوعية والتثقيف يفضل في هذه الدرجة الأولى، ولكن الآن نتيجة هذه السيطرة ولا نتيجة هذا الإنتاج الإعلامي الغزير المتوفر الآن، فبدأت هناك مناشط أخرى أو أدوار أخرى للصحافة. فالآن نشوف الآن ما يحصل في الوطن العربي وما يحصل في التغيرات اللي تحصل الآن الدولية، كانت أسبابها الإعلام وبالدرجة الأولى الصحافة كانت لها دور كبير، كان لها دور مؤثر في هذه الأزمات بالدرجة الأولى، وكان لها يعني دور ملحوظ جدا جدا. ولكن يفضل أن هي تشتغل الصحافة أن هي تكون توعية وتثقيف وتوجيه وتوجيه الرأي العام نتيجة اللي هي مهمتها الدرجة الأولى، مهمة أخلاقية بالدرجة الأولى. يعني من مهمة الصحافة خاصة في معالجة الأزمات يجب أن هي أولا تقوم بعملية رصد وتحليل، يعني أنت لازم أنك أنت في كل أزمة من الأزمات يجب أنك تتعامل وسائل الإعلام بالدرجة الأولى، ما تكونش تنقاد وراء أجندات بالدرجة الأولى. يفضل تكون صحافة صحيحة، صحافة صادقة موضوعية، تنتهج نهج نشر المعلومة والتوجيه والإرشاد، وهذه مهمتها بالدرجة الأولى. يفضل ونحن درسناها أو نقوم بتدريس الصحافة لأبنائنا ولجيالنا الآن الحالية، يجب أن احنا نعطيهم الصورة الواضحة والصورة الصحيحة اللي يجب أن نكون عليها الصحافة، اللي هي تبتعد عن الصحافة الصفراء والصحافة
اللي المأجورة أو الصحافة المملوكة للغير أو كذا، أو اللي هي وراها تمويلات أخرى خارجية أو وراها سياسات أخرى وراها أجندات أخرى غير منظورة. ولكن بالدرجة الأولى يجب الصحافة كيف تتعامل في الأزمات، يجب أن هي ترصد الواقع وتحلل وتعطي المعلومات الدقيقة والصريحة ولا تخفي الحقيقة. في حال تكون هناك حقيقة موجودة لا تخفي هذه الحقيقة ورغم وجود الإشاعة، وخاصة في ظروف انتشار الشائعات أو الإشاعات بالدرجة الأولى. أولا الصحفي والمهارات اللي يجب أن يكون عليها الصحفي دائما، أولا يجب أن يتعامل مع البيئة الرقمية الحديثة الآن، يجب أن يكون قادر على التعامل مع هذه الأجهزة وهذه الإمكانيات حتى يصل بالمعلومة إلى المكان المطلوب أو الجهة المطلوبة، وهذه بالدرجة الأولى. ثانيا يجب أن يكون لديه الإحساس أو الإمكانيات اللي هي تمكن من تحقيق السبق الصحفي، لأن احنا عارفين الصحافة هذا شغل هالشغل، لأن هي السبق الصحفي بالدرجة الأولى. الشيء الآخر والمهارات التي يجب تكسبها تكون عنده لغة، أقل شيء لغة عالمية واسعة الانتشار حتى يصل إلى القارئ أينما هو أو إلى الجمهور أينما هو موجود في داخل الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. وإحنا يهمنا دائما يكون صوتنا مسموع لدى الدول الأخرى حتى ننقل لهم الواقع الموجود ولا الصورة الموجودة. فيجب أن تكون هذه الكفاءات موجودة اللي هي اللغة، البيئة الرقمية زي ما حكينا يتعامل معها بشكل سريع، السبق الصحفي يجب أن يكون هو قادر على الوصول إليه بأي طريقة وبأي إمكانيات يقدر عليها. الشيء الآخر يكون هو يفهم جودة أو جودة الأداء فيما يخص المجال الصحفي ويلتزم بالمواثيق وأخلاقيات عمل الصحافة بالدرجة الأولى. يعني احنا حتى لا يصير لبس في تغيير المعلومة أو في نقل أو في التكرار، وهذه قصدي قد يكون هذا التساؤل قريب من السابق، ولكن عموما المهارات اللي يجب أن يكتسبها ويجب أن يكون عليها أينما كان سواء كان في ليبيا أو غير ليبيا، الصحفي بالدرجة الأولى يجب أن يكون قادر أن يتعامل مع التقنية الحديثة هذه بالدرجة الأولى أينما كان، لأن هو أنك أنت كصحفي يجب أنك تنقل الخبر سواء كنت أنت في مهمة صحفية أو كنت حتى في مهمة سياحية في مهمة شخصية، لأنك أنت دائما تتعامل مع المعلومة أينما كانت موجودة. فيجب أن تكون قادر على نقل المعلومة من خلال الإنترنت، من خلال الموبايل، من خلال الاتصال التليفوني، من خلال كذا، يجب أنك تتحقق هذا السبق الصحفي. ثاني يجب أنك أنت تلتزم بمواثيق وأخلاقيات عمل الصحافة أينما كنت، ولو كنت في دولة خارج الدولة بتاعك يجب أنك أنت تلتزم بالمواثيق، يجب أنك أنت كصحفي تكون متعرف أو تعرف هذه القواعد ولا هذه الاتفاقيات اللي هي بين الدول فيما يخص القوانين النشر وقوانين الصحافة، وتلتزم وتبتعد عن حرية عن اللي هي القذف والدم المؤاخذة اللي يحصل عادة الآن موجود في الصحافة ويسبب في أزمات سياسية وقطع علاقات ساعات تصل إلى بين هذه الدول. ما يخص الدراسات العليا وخاصة اللي هم نحن في مرحلة الماجستير بالدرجة الأولى، يجب سواء احنا درسناها في تلك الفترة أو الآن ندرسه فيها السنوات الماضية، يجب أن يكون دائما في تطوير وتحديث فيما يخص المناهج الدراسية اللي تقدم في فترة الدبلوم الدراسات العليا أو في مرحلة الماجستير. أولا يجب أن يكون الطالب يلم بأربع مواد أساسية أو خمس مواد أساسية سواء كان هو تخصص إذاعة أو علاقات عامة أو صحافة، وإحنا يهمنا في برنامجنا اللي هو برنامج الصحافة يجب أن يكون يطلع أو يأخذ مادة الرأي العام، يأخذ مادة مناهج بحث، لأن هذه مناهج بحث بتعرفها على طريقة البحث والكتابة وعملية تدوين البيانات بالدرجة الأولى وطرق البحث، كيف يتعرف، كيف يحدد المشكلة، يحدد الهدف ويحدد ويصيغ تساؤلات، وهذه كلها يجب أن يدرسها في مناهج بحث. الشيء الآخر نظريات الإعلام يجب أن يكون يتعرف عليه. الشيء الآخر فيما يخص الصحافي يجب أن يكون يأخذ فكرة على الإخراج الصحفي، يأخذ فكرة على فن الكتابة الصحفية، لأن الإخراج الصحفي هذه مادة مستقلة والمادة فن الكتابة الصحفية تغنيها عن التحرير الصحفي والتحرير الإعلامي، تحرير صحفي واحد واثنين. والأخيرة والمهمة جدا برضو الإحصاء، لأنه في النهاية بيتعامل مع مشاريع تخرج مع رسالة الماجستير بتاعه، حيكون عنده جانب استمارة استبيان، حيكون عنده مقابلة، حيكون عنده هذه كلها تحتاج البيانات إلى عملية إحصائية. يجب أن يكون الطالب يلم بهذه المادة بالدرجة الأولى حتى يصل للنتائج المرجوة من البحث بتاعه. والشيء الأخير والمهم جدا احنا نأكد عليه، يجب أن يكون عندنا سيمينار يندار في كل مراحل من مراحل الماجستير حتى تم اعتماد الخطة البحثية للطالب. يعني المبادرة احنا والله نحاول نسعى ان احنا يكون عندنا هذا الشغل ونأكد عليه دائما في كل حتى في اجتماعات مجلس كلية والاجتماعات الجامعة اللي هو اللي فاد في الداخل او الدراسة في الداخل، وهذا المنشط مهم جدا جدا حتى نطيح الفرصة للجميع. فالماجستير يعني دائما برنامجها
يعني يتوقع من سنتين إلى ثلاث سنوات، خاصة أن احنا الآن حتكون باللغة العربية، واللغة يعني ما يحتاج، لو أن طالب موفد في الخارج يحتاج إضافة لغة على هذا، لكن الآن هنا حيتم استثناء لأنه حيدرس باللغة المحلية وبلغتنا قصدي العربية، حيستثنى هذا. ثانيا حيكون هناك زي ما أشرنا سابقا فترة لموضوع السيمينار، يجب أن هذا الموضوع يعفي الطالب من أشياء كثيرة. لما يندرس سيمينار احنا تخضعنا له في الجامعات المصرية، السيمينار يوفر عليك جهد كبير ووقت وانت تجهز الخطة بتاعك وتعرض في اجتماع لمجلس القسم داخل الجامعة، ويتم مناقشة هذا المقترح من أعضاء هيئة التدريس ومن قبل الطالب المعد هذا الفكرة حتى تنضج وتصل إلى الأرفف في المكتبات الجامعية إن شاء الله. هذا مهم جدا جدا، واحنا دائما نوصي بهذه التوصية، ونتمنى هذه التوصية تبرض تاخذ الارض الواقع وتوصل الى الطلاب واعضاء هيئة التدريس. احنا برضو نحتاج برضو كاعضاء هيئة التدريس مهما مشينا في الشغل الاكاديمي والشغل البحثي او قطعنا في شوط، تنقصنا بعض الاشياء وهي بالدرجة الاولى التعامل مع التقنية ومع آلية البحث. الان الوسائل الحديثة والوصول للمعلومة بمختلف الوسائل، يجب ان سواء كان عضو هيئة التدريس ولا يكون طالب دراسات عليا يجب ان يتعرف على هذه التقنية بالدرجة الاولى. ثانيا موضوع اللغة دائما نصر عليه، احنا لازم يكون عند الطالب ولا عضو هيئة التدريس لغة، لان هي هذه اللغة مفتاح الى الوصول الى الدول الاخرى والى الابحاث الاخرى وفي المنشورة في كل وسائل الانترنت الان متوفرة، فمن خلال اللغة. فانا دائما ندفع باعداد دورات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فيما يخص اللغة، وإحنا الحمد لله وعندنا معها مركز اللغات، ولا إذا كان إمكانيات تسمح حتى الإفادة في الخارج. فاللغة مهمة، والثاني التعامل مع أجهزة الحواسيب وأجهزة الكمبيوتر، هذه مهمة جدا حتى نحقق المطلوب بإذن الله. يعني أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله إحنا معكم ومستمرين في الخطة العلمية والخطة البحثية داخل جامعة سرت، ونتمنى لزملائنا وطلابنا سواء أعضاء هيئة التدريس ولا طلاب الوصول إلى الدرجات العليا في كل تخصصات بإذن الله. موفقين جميعاً.